يعزف بنوا ومارفن مرتين في الشهر في هذا المقهى الفرنسي وسط وارسو. كلاهما تزوج من بولندية وانتقل للعيش في بولندا، لكنهما ظلا مولوعين بالموسيقى الفرنسية، وهما يطربان الجمهور بأغاني لأزنفو وبراسانس وبياف وكابريل وغيرهم من مشاهير الأغنية الفرنسية. حيث أعمل قمت بتنظيم ورش غناء ولاحظت أنها نالت إعجابا كبيرا، ففكرت أن إقامتها في مقهى سيكون أمرا لطيفا. سارت الليلة هادئة، لكن عندما يكون بين الحضور فرنسيون فهذا يساعد كثيرا، لأنهم يغنون معنا فيصبح الجو مختلفا. اليوم أصبحت الفرنسية رابعة لغة أجنبية تدرس في بولندا. الأولوية تعود للإنجليزية بسبب طابعها العالمي، ومن ثم الألمانية والروسية وهما لغتا دول الجوار. ومع انخفاض النمو الديمغرافي والانجذاب إلى لغات أخرى، تراجع تعلم اللغة الفرنسية ليصبح عدد التلاميذ البولنديين الذين يدرسونها في العام 2015 125 ألف تلميذ، في مقابل ما يقرب من 300 ألف تلميذ في العام 2000. نرغب في التركيز على تطوير اللغة الفرنسية في الصفوف الابتدائية وتطوير تعليمها في سن مبكرة في المدارس العامة، لكن أيضا في المدارس الخاصة، وإقامة أقسام امتياز فرانكوفونية من الروضة إلى الجامعة. وثمة تناقض واضح بين تراجع اللغة هذا والمكانة التي تحتلها فرنسا في الأوساط المهنية البولندية، فهي ثالث أكبر مستثمر أجنبي في بولندا وشركاتها منتشرة في مدينة وارسو، إلا أن اللغة الأكثر استخداما فيها هي الإنجليزية. دومينيك لوساج الذي عمل في بولندا مدة 30 عاما شهد على تلاشي استخدام اللغة الفرنسية. لم تعد اللغة الفرنسية لغة الأعمال، إنها لغة قديمة قد تستخدم في بعض الجلسات، ولكنها لم تعد للأسف لغة مستخدمة كثيرا. ومع هذا يظل في بولندا من يحن إلى اللغة الفرنسية. ياتسيك هوريلوك يقدم برنامجا إذاعيا أسبوعيا مسائيا مكرسا للأغنية الفرنكوفونية عبر الإذاعة البولندية العامة. من الأسهل بكثير التحدث باللغة الإنجليزية والألمانية والإسبانية، ولكن لأسباب عاطفية نحب اللغة الفرنسية. الاستماع إلى اللغة الفرنسية من دون الحاجة إلى فهمها أو النطق بها حل وسط يناسب البولنديين، والدليل على ذلك تصدر ألبوم المغنية الفرنسية أمدل المبيعات في بولندا العام الماضي.